السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم هشام في فيديو جديد، واليوم فيديو راح يكون شويه سبيسيال، راح نحكوا على الثقافه العامه ولا 10 اشياء ما كنتوش تعرفوها على استراليا. على بالي كان فيكم بالك لي شويه منها، لكن معظمكم ما يعرفهاش. لذلك ما ننساوش عادات والتقاليد تاع اليوتيوب، سبسكرايب جام وكومنت، ويعطيكم الصحه. مشاهده ممتعه. على بالك حيهضروا على استراليا، حاجه الواحد يجي في بالك هو الحناش، لي روكان، كروكوديل، ورتايل، وكل الحيوانات الكبار هذوك اللي فيهم البويزن. لكن في هذا الفيديو ما حش نهضروا عليهم، ما تخافوش. الحاجه الاولى لازم تعرفوا انه مساحه استراليا هي 7,617,930 كيلومتر مربع، واللي هي تساوي 3 خطرات مساحه الجزائر. وتلمو لا سوبرفيسي تاع استراليا كبيره بزاف، تقدر تدخل فيها اوروبا ما عدا روسيا. واستراليا هي سادس اكبر دوله في العالم. شكون فينا ما يعرف سيدني؟ وشكون فينا اللي ما يعرفش هذا المبنى اللي راكم تشوفوه في قدام، اللي هو اوبرا دو سيدني؟ حطوا في بالكم بلي هذا المبنى صمم من طرف يون اوتسن، المصمم الدنماركي. بصح في ميسكم، كيفاش حتى جاتو الفكره باش يخدم هذا الشكل؟ كاين بزاف اللي يقولوا استوحى الفكره تاعو من الشكل تاع لي بلونش افوال او المراكب الشراعيه، لكن يون 9 سنين هو يخمم باش يصيب شكل مع التالي وشنو هو في ميسكم، قشور تاع تشينا. تما حطوها في بالكم بلي الشكل تاع الاوبرا استوحاه من قشور تاع تشينا. بيزار. وبالك مقام شهيد من قشور تاع البنان، ما نعرف، كتبوا لي في لي كومونتير. صح. حاجه ثالثه، العمله اللي في استراليا مخدومه من البلاستيك. واش من البلاستيك؟ اللي هو البوليمر. وبهذا تكون استراليا اول دوله اللي استعملت العمله البلاستيكيه في العالم. وكاين اللي يقول لك بلي لو كان تقسم الورقه تاع 20 دولار على 2 راح يولي عندك نصف 10 دولار والنصف الاخر 10 دولار. بصح انا نصيحه بالك وديروها، باسكو راح يولي عندكم مشاكل مع الدوله وانا ما نسلكش. بون، هادي حاجة تجيكم شوية بيزار، سيرتو لي تبعو بالون بزاف. راكم في 2001 أستراليا ربحت أمريكان ساما 31-0 في التصفية تاع لكوب دي موند 2002 كوريا جابان، وبهذا ولات في لارجست ايفر فيكتوري ان انترناشونال فوتبول ماتش، أو بمعنى آخر أكبر انتصار على الإطلاق في مباراة كرة القدم الدولية. يا ترى الجول واش كان يدير؟ كل واحد فينا على بالو بلي شناهو ياكلو، الدود، الكريلو، أي حاجة تمشي، حتى سيرتو الخفاش. لكن اسكو على بالكم بلي في استراليا لحم تاع الكونغورو ينتكل؟ كاين بالك منكم اللي سمعوا هذه المعلومه، لكن حطوها في بالكم بلي لي زوستراليا ما ياكلوش كاع لحم الكونغورو، يتباع بصح لي توريست جينام هما اللي ياكلوا. في 1979 وبالضبط في مدينه اسبيرنس اللي متواجده في ويسترن استراليا، كلفت حكومه غرب استراليا وكاله نازا بدفع ضريبه لقيمتها 400 دولار. في ميسكم على خاطرش اللي خدموا في المركبه الفضائيه رماو عشاكم الفضلات تاعهم وطاحوا في هذه المدينه اللي هي مدينه اسبيرنس الواقعه في غرب استراليا. ايماجيني تكونوا تمشيو تحصل شي تاع زبل عشاكم من الفوق. بيزا. حاجه واحده اخرى، استراليا عندها اكبر شباك في العالم، والبيوت من هذا الشباك انه باش يحمي القطيع تاع الكباش من دينغو، هذا الحيوان اللي راكم تشوفوه. والطول تاع هذا الشباك 5600 كيلومتر، يعني مسافه كبيره بزاف. بلايبوس، كي تشوفوا هكذا يبان لكم صغير عاقل وشباب وما يدير والو، طوفي بالكم بلي هذا الحيوان سام وقادر يقتل الانسان، لانه في المخالب تاعو عنده السم. استراليا هو البلد الوحيد الذي يحتوي على هذا الحيوان. كامل سمعنا ونعرفوا على الكباش تاع الاسترالي، بصح اسكو على بالكم بلي كاين 7 ملايين كبش في استراليا بينما كاين 25 مليون نسمه في استراليا؟ يقولوا في استراليا انه كل زوج كباش لشخص استرالي. على بالكم استراليا معروفه بالكنغر، بصح على بالكم شحال العدد تاعهم؟ 50 مليون كنغر في استراليا، هذا يعني ضعف عدد سكان استراليا اللي هما 25 مليون نسمه. تيماجيني. حاجة الأخرى اللي نختمو بها الفيديو واللي هو حيوان الكوكا، وماشي كوكا كولا اللي نشربوها ولا اللي نعرف، هذا الحيوان بالك لي أول مرة تسمع به ولا تشوفه، لأنه يعيش غير في أستراليا وبالضبط في جزيرة تبعد واحد 10 كيلومتر على مدينة بيرث اللي اسمها روتنس آيلاند. والحاجة اللي تميز هذا الحيوان أنه يبتسم على العام، مام كيزعف يبتسم. وبهذه الابتسامة العريضة نصل إلى ختام هذا الفيديو، وإن شاء الله تبتسموا كل يوم. ما تنسوش كالعادة طقوس تقاليد تاع اليوتيوب، جام سبسكرايب وكومنت. يعطيكم الصحة اللي وصلتوا للفيديو للآخر. سلام.